افتكر لما كنت لسه صغير، ما كنتش تعرف المستحيل، بس كنت تحط البطانية على ظهرك وساعتها تصدق إنك بقيت سوبرمان. كنت تركبي على المقشة بتاعت والدتك وتحققي بيها أجمل أمنية، إنك تطيري وسط السحاب، تطلع على الشجرة وانت مش فارقة معاك انك تقع، وكنت بتقدر لانك كنت عايز. اي فكرة كانت تيجي في بالك كنت تحققها على طول، كنت مصدق في نفسك. انت مبدع لانك مؤمن بنفسك وبربك. بس لما كبرت الامور اختلفت شوية. فاكرة يوم ما سقطتي في الامتحان؟ افتكرت انك عمرك ما هتنجحي تاني وان دي نهاية العالم. كان عندك فرصة حلوة قوي للجواز، بس وقفت مع نفسك وقلت الوقت مش مناسب. ويوم ما فكرت ان انت تبدأ شغل جديد خاص بيك، اقنعت نفسك ان الامر مش سهل. بس عارف، يوم ما اشتغلت برضو سمعت اصوات كتير حواليك بتقولك ما تخاطرش. على فكرة كان عندك أفكار كتير عبقرية ممكن تخلق بيها فرص عمل زيادة في البلد وتحسن مستوى معيشة ناس كتير وتعلي بيها شأن بلدك وتساعد إن أنت تكبرها ونعيش كلنا في عالم أفضل بسببك أنت. بس أنت قلت أنا مش واثق. على فكرة أنت لسه مبدع، لكن مبدع شاكك في نفسه. وعدت عليك السنين وشفت واحد عنده نفس أفكارك، بس عارف إيه المختلف؟ الاختلاف إنه اتحرك واشتغل. هو خلى أفكاره تشوف النور وتحولت لحقيقة ونجح وبقى رقم واحد. اجتهاده وعمله هو اللي خلاه رقم واحد. وانت سألت نفسك ازاي؟ انا اللي كان نفسي احقق الحلم ده من زمان. افتكر لما كنت صغير اي فكرة كانت تيجي في بالك كنت على طول بتتحرك، لان ايمانك كان لسه قوي، ايمانك بنفسك وبقدراتك. اقول لك على حاجة، عمرك لسه ما فاتش، بس انت محتاج تلاقي الفكرة وتحولها الحقيقة. انت لسه تقدر لو صدقت. الإبداع بيبدأ من الإيمان، ولكل مجتهد نصيب.